الله معكم، سلام الرب يصحب قلوبكم. معكم الأبونا موريس، أنا بحبكم كتير أخوتي. حطيت هذا الفيديو حتى تتعلموا، كتير منيح الإفادة منه. هذا العمود في بقلبه ماس كهرباء، حتى تتعلموا إذا شي مرة لا سمح الله حدا منكم قدامه حدا كهرب، تعلموا أخوتكم، تعلموا ولادكم بالبيت. هذا العمود في بقلبه ماس كهرباء، وهذا الزلم اللي عم يحكي على التليفون شوفوا شو رح يصير فيه. الامر كتير مهم، وبدي قلكن انه في عنا الزلمة هيدا اللي واقف حد العمود اللي بده يكهرب، في ثلاثة واقفين معه بالشارع شوفوا، وفي ناس عم تمرق شوفوا كل واحد شو عمل. وهيدا الحادثة حقيقية صارت، تابعوها معنا. بلش يكهرب، عم يكهرب عم يكهرب عم يكهرب، شوفوا البنت شو عملت، كلهم ما حدا مسترجي انه يقرب عليه. اجت البنت من ورا، برافو عليك، بخشبه وضربته. شوفوا البنت عم تدور شو بدها تعمل، شاب عم يساعد الشاب الثاني، هيدا اللي بلا اخلاق قاعد عم يصور، هيدا اللي واقف عم يصور. جابت هي عصا شلحته صباطه، وبتبلش بالعصاية الصغيرة تضربه على اجريه حتى يطلع الكهرباء من جسمه. هيك بتعرف علميا. انا صراحة تفاجأت بهيدا الامر، بس يبدو انه طلع مزبوط لانه نفع. شوفوا كيف عم تضربه للمصاب على اجريه، وفي مثل فعلا شحنة طلعت من اجريه، بتشوفوا كأنه في عن جد شيء طلع من جسمه. شفتوا، لاحظتوا طلع مثل كأنه شيء. هلا الفكرة بلش يتحرك، بلش يرجع يعيد نفسه. برافو، التاني مهدله راسه تما يقلب بيفضغ حاله، مريح له مخه او راسه، حتى كمان اذا بده يطلع رغوه بميل راسه على الشمال او على اليمين حتى يقدر يبزق الرغوه من تمه ما يختنق فيها. برافو فاق، الله يعطيك الف عافيه، انت اخت الرجال، وانت الله مبارك فيك وبالمعلومات اللي عندك واللي عملتيه وانقاذ الرجال مثلك، مثل الصليب الاحمر ومثل اي مسعف. رائعه جدا انت يا هالمره، 100 رجال. شوفوا اللي بلا اخلاق، اللي بعده عم يصور ما قرب حتى ساعه. برافو عليك، شالت التليفون من ايده وكسرته بالارض. انت واحد بلا اخلاق، انت واحد بلا انسانيه، بلا ناموس، بلا ضمير. عم بيموت انسان قدامك وانت قاعد عم تصور بلا اخلاق، حتى ما قرب ساعد، ما هدى معهم، ما هدى، وزعلان انه عم بتبهدله. انت خرجك ينبزق بوجهك، مش خرجك صراحه انه بس يعمل هيك. برافو عليك، الله يبارك باصلك وباهلك اللي ربوك. هذا الفيديو اخوتي عملت حتى نتعلم كلياتنا. الله يبارك بكل منقذ ويبارك فيكم جميعا، آمين.